اللهم أعطنا في يومك هذا من الخير فوق ما نرجوك، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أسكن دواخلنا طمأنينة من لدنك لا تفنى ولا تزول. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني، وأعوذ بك من فقر ينسيني. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك راحة لقلبي وفرجا لهمي وتيسيرا لأمري. اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزيني. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، ومن أن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات. اللهم احفظنا من شتات الأمر، ومس الضر، وضيق الصدر، وعذاب القبر، وحلول الفقر، وتقلب الدهر، والعسر بعد اليسر، والعقوق بعد البر. اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت العظيم الذي عز شأنك، وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك، وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك، وأنت النور الذي أضاء الكون نور وجهك وعظمتك. اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، وارزقنا خير الأصحاب. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني. اللهم أيقظني في أحب الأوقات إليك، فأذكرك وتذكرني، وأستغفرك وتغفر لي، وأطلب فتعطيني، وأستنصرك فتنصرني، وأحبك فتحبني. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واقض عني ديني. اللهم إنا نسألك عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا،
ورحمة ومغفرة لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي. أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تقبضني إليك إلا وأنت راض عني. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم إني أحتسب يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك، وأسمعني ما يرضيك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم رزقا حلالا يرضيني يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر فراغ القلب، وعطب الروح، وانعدام الشغف، وهوان الإرادة، وكل ما من سبيله أن يتركنا فارغين دون رغبة دون حياة. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم، أن ترحمني فارحمني رحمة تغني بها عن رحمة من سواك. يا ربي أسألك أن تريح قلبي، وأن تصرف عني وساوس فكري، وارزقني يا ربي سكينة النفس وطمأنينة القلب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني، وأعوذ بك من فقر ينسيني. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك راحة لقلبي، وفرجا لهمي، وتيسيرا لأمري. اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزيني. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، ومن أن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات.